زدت كل شهر تشتري ملابس؟ يعني شهر شهرين بالزايد، اكثر من شهرين ما مش يعني ما اقدر ما اطول. ها تشتري كل شهر كل شهرين؟ ثلاث اشهر لا ما بيها مجال، لازم تشتري. ممنوع. زين همينه فد يوم رحت المكان مثلا محتاج قميص ورحت المكان وما تقدر تشتري يعني بس قميص، لازم ترجع مشتري اكثر. لا اذا مثلا عجبني قطعتين وعندي فلوس مال واحده تمام احجز الثانيه اخليها يما فد عربون 10 هيك او 25 يعني اذا غاليه وارجع اجيب فلوس اجي اخذها. يعني انت مو كل ما تحتاج ملابس تشتريها؟ لا يعني مثلا شيء اللي يعجبني اخذه. مو احنا البنات اكثر من شهرين ما اطول، لازم اشتري. مو احنا البنات بطبيعتنا مثلا نروح احنا محتاجين حذاء، بس فعليا نروح نشتري حذاء وقميص واي شيء نشوفه واي شيء نشوفه قبالنا ناخذه. زين انت ما عندك هذا الشيء؟ لا لا مثلا عندي نقص بالبناطير، بناطير سود مثلا مو حلوات اطلع بس بناطير سود. ما تجيب غير شيء؟ غير شيء ما اجيب. حتى ها حلو، حتى اذا عجبك غير شيء ما تاخذه؟ فقط سود. ها زين. لا لا نختلف. انا نختلف. زين هسه اسالك سؤال. لا لا مو يم الهاي. يلا يعني هذا سؤال عام، احنا كاسلام المفروض نعرف هذا الشيء وانا راح اقرب لك اياها. السؤال يقول كم سنة عاش النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ لو 67 لو 63. هو إجابة من الإجابات صح. أي. عاشت إيدك. زين. سبعة. بس لا. 63. وقلت راح أساعدك. يلا أوكي 63 إجابتك صحيحة، ألف مبروك.